حكينا امبارح حكينا عن الليفلايز كوست اوف انرجي عشان اخذ مصدر من مصادر الطاقه واقيم في لسببين. بالحاله هاي هون تقييم لمشروع، هذه حتى يكون للامانه هذه ماخوذه من كورسيرا الويند انرجي كورس في كورسيرا عشان اكون يعني مش مني هاي الارقام، فهاي ماخوذه هاي السورس كورسيرا ويند انرجي كورس. وفي بعض الفيديوز فري تقدروا تدخلوا تحضروها بعطيكم اللينكس تبعتها. مين اللي ابدع في الويند انرجي؟ مين الدول اللي ابدعت في الويند انرجي؟ المانيا بس في دوله افضل كمان، دنمارك هي الرواد في العالم في وهذا الكورس اللي موجود على كورسيرا من جامعه دنماركيه نسيت والله شو اسم الجامعه، بس هم خبراء متخصصين في الويند تيربان. وفي شركه مشهوره اسمها فيستاس هي شركه دنماركيه بتصنع ويند تيربان. الارقام اللي موجوده هون في هذا هي ماخوذه من كورسيرا اونلاين كورس اللي موجود اللي هي مشارك فيها مجموعه من الخبراء الدنماركيين. هلا احنا هون رح نبدا عشان نحضر الداتا اللي بدنا اياها عشان ندخلها في سبريد شيت بالنسبه للال سي او اي. هلا عدد التيرباينز، عدد الويند تيرباينز اللي مستخدمين هون رح نستخدمهم 25 تيرباين. 25 ويند تيرباين اذا نمبر اوف تيرباينز طبعا هدول لما يتركبوا في مشروع بده يكون في مسافه معينه ما بين التيرباين والتيرباين اللي جنبه، بين التيرباين والتيرباين اللي امامه واللي خلفه. ما بقدر في مسافه معينه ما لازم انزل عنها. فعندي 25 ويند تيرباين، كل ويند تيرباين الكباسيتي تبعته الباور تبعته هي 2 ميجا وات. اذا باور of each 2 ميجا وات. هلا بدات الكاباسيتي ترتفع، صار في عندنا ويند تيرباينز 4 ميجا وات، بس بفتره من فترات او في هذا المثال اللي هون هي 2 ميجا وات. هلا في 3 ميجا وات للتيرباين الواحد، هاي كماكسيموم دكتور 4 ميجا وات، هاي كماكسيموم هذا الماكسيمم باور الكتريكال باور اللي بقدر اعطيني اياها كاوتبوت، مش الماكسيمم انبوت ميكانيكال باور. الماكسيمم انبوت ميكانيكال باور اعلى من هذا، ممكن توصل الانبوت ميكانيكال باور اللي جاي من الرياح 6 ميجا وات اللي دخلت له، بس هو راح يعطيني اوتبوت ميكانيكال اوتبوت الكتريكال. اذا بدك نحطها هون هاي اوتبوت الكتريكال باور، هاي هي القدره الكتريكال اللي راح يزود فيها الجريد. تمام، هو راح يشبك على الجريد ما راح يشبك على كونسيومر. اوكي، هو راح يحط يشبك على الجريد على فولتج معين، راح اعمل ستيبنج اب للفولتج، راح اعمل له ترانزميشن بعدين بعمل ستيبنج داون. طبعا 50 في 2 هي الانستولد كاباسيتي 50 ميجا وات التوتال للمشروع. هل من المنطق افترض انه هذا راح يضل شغال 24 ساعه يعطيني 50 ميجا وات؟ لا. اذا هون راح نستعمل شيء اسمه، خليني بس اتاكد ايش احنا سميناه هون، هون راح نستعمل كاباسيتي فاكتور. الكاباسيتي فاكتور هو اذا انا بدي اعرف اقدر قديش تقريبا راح يعطيني انرجي خلال العام، راح افترض في البدايه انه هو شغال 24 ساعه 365 يوم في السنه على 50 ميجا وات، وبعدين بضرب في هذا الرقم. فانا كاني عمالي بقول انا مش راح اقدر اخذ منه غير 25% من طبعا هذه سببها واضح مش هيك؟ الرياح ما راح تمشي على الفول سبيد طول الوقت، الرياح ممكن تكون مش موجوده اصلا او صفر في اوقات ثانيه، فكل هذا اخذناه بعين الاعتبار اعطاني 25%. تمام؟ دكتور اصلا انت هاي الحسابات كلها خلال السنه صح؟ هاي سنه نعم صحيح هذه السنه، فانا بقول بالسنه طبعا ال 50 ميجا وات هاي انستنتينس لحظيه، بس اذا بدي اضربها الان في 24 ساعه بالنهار 365 في 25% راح تعطيني قديش استيميتد انرجي برودوس. فالاستيميتد انرجي برودوس اللي هون راح تكون اي بير انم
وإي هون إيش صارت؟ بطلت باور صارت؟ إنرجي. إنرجي بدها تساوي عندي 50 ميجا وات ضرب 24 ساعة، وخليني أحط اليونتس لأنه اليونتس راح تبدأ تلغي بعض أو ت... إذا عندي 24 ساعة 365 يوم 25 إذا بدك تحط هون 24 في 365 في 50 في 25% هاي الـ estimated energy هاي الـ estimated annual energy نعم. وهاي مهمة بتذكرين إن ليش؟ لأن هاي راح تعطيني قديش عدد اليونتس من الطاقة اللي أنا راح أقدر أصدرها للجريد حتى أحسب الـ LCOE. مش بدي أقسم شيء على شيء، بدي أقسم كوست على energy. هذي عفوا ميجا وات هون، فهدول الضربات حتى تأكد على الحاسبة. طبعا احنا هون per year راح يضل عندي مش هيك، هذي hours per day كانها، فالday راح تشطب مع الday hour ميجا وات hour مظبوط. هذي dimensionless فهاي راح تصير ميجا وات hour per year. الرقم اللي بيطلع بس تأكدوا لي هذا مزبوط بيطلع. هاي عندي هون كيلووات، إذا بدي أحولها لميجا وات أور راح أشيل واحد اثنين ثلاثة بصير عندي 109.5 جيجا وات أور مزبوط هيك. جيجا وات أور مزبوط. وهاي وحدة إنرجي كمان، كيلووات أور ميجا وات أور جيجا وات أور كلها وحدة إنرجي، فهي انرجي بير بير هاي كميه انرجي. هلا 25% هاي الكاباسيتي فاكتور، هاي الكاباسيتي فاكتور هذه عامل تقدير انا عمالي بقدر انه انا ما راح استطيع، مستحيل اني اقدر اضل شغال سرعه الرياح تضلها حوالي 12 متر بالثانيه مثلا اذا هاي هي الريتد 12 متر او 14 متر بالثانيه حسب الريتنج تبعت هذا الويند تيرباين لمده 24 ساعه لمده 365 يوم، مستحيل. بس تقديري ككل من التغير في سرعة الرياح وهذا إنه أنا عم ممكن أجيب 25% من هذا التوتل، تمام؟ هاي طريقة تقدير، طبعاً في طرق تقدير أدق من هيك بس هاي طريقة تقدير بسيطة، تمام؟ فصار عندي هلا 109 جيجا وات أور، بتحب تخليها ميجا وات أور بتقدر تقول 109 صفرين ميجا هيك مزبوط. بير يير او بير راح تشوفوا مرات بير انم. اذا هاي قدرنا احنا الطاقه اللي راح ننتجها. هاي انا ما راح استعملها بالال سي او اي، اوكي؟ قديش انا راح يجيني لليونت. فهاي المفروض احنا اذا عاملين ال سي او اي لازم نشيلها. هاي اللي بدي اطلع فيها، تمام؟ بس هي مذكوره هون لانه احنا هاي بنستعملها للسيمبل بيمنت تيرمز. كم سنه؟ كم سنة راح ياخذني حتى رجع سعره؟ وانا نفس الشيء هذا ما راح اخذه الان هون لانه انا بدي اشتغل ال سي او، تمام؟ ولذلك هون مش مذكور الديسكاونت ريت لانه السمبل بيمنت تيرمز ما بتاخذ باعتبار الديسكاونت ريت، احنا راح ناخذ ديسكاونت ريت. خلينا نشرح شو الديسكاونت ريت. الديسكاونت ريت بقول انه انا في دفعات راح ادفعها في السنه صفر اللي هي الكابيتال كوست، مش الكابيتال كوست راح ادفعه في السنه صفر. ليش قلت صفر مش واحد؟ اول مره اول سنه بدي اركب ما عم بالي بنتج، مزبوط. ففي السنه صفر انا راح ادفع 65 مليون يورو حتى اركب ال 50 ال 25 وينتر باينز هذول، بيطلع تقريبا سعر الواحد اكثر من 2 مليون مش هيك، اكثر شوي من 2 مليون يورو. فالثمانية بالمية بتقول إنه اللي راح أدفعه أنا في السنة صفر هو قيمته نفسها. هلا في دفعات راح أدفعها في السنة واحد، وفي دفعات راح أدفعها في السنة اثنتين، وفي دفعات راح أدفعهم بالسنة ثلاثة. قيمة هاي الدفعات اليوم أقل من قيمتها بعد سنتين ثلاثة، لأنه أنا ممكن أقول إذا أنا بدي أدفع 1000 مثلا يورو أو 10,000 يورو بعد سنتين، أنا ممكن أجيب مبلغ أقل اليوم وأستثمره بعد سنتين بصير 10,000 مزبوط؟ فكأنه قيمته اليوم 7,500 مثلا. واضحة هاي النقطة؟ الفرق بين قيمته بعد سنتين وقيمته اليوم مين اللي بحددها؟ السعر اللي موجود بالسوق اللي بعطيني فكرة قديش أنا ممكن أستثمر هاي المصاري وإنها تنمو خلال الفترة هاي. فالمنطق بيقول المصاري اللي بدفعها اليوم هي نفس سعرها، لكن المصاري اللي بدفعها بعد 20 سنة ما
ممكن قيمتها اليوم الفاليو تبعها اليوم اقل واقل بهاي القيمه بشكل عام. هو زي ما تحكي انه زمان كانت الناس مثلا بيكون ال 100 دينار شيء كثير كبير، بس هسه ال 100 دينار ما هذا التضخم شيء. هذا التضخم تمام، شبيه فيها انه قيمه الفاليو اوف ماني بتغير من سنه لسنه، لانه انا في عندي استثمار وفي تضخم، بس هون السبب الرئيسي هو الاستثمار. دكتور بسألك شغله. نعم. بس انت مثلا بتحكي انت قصدك على 65 مليون انه انت تدفعها زي الدفعات، انه لا لا لا، ال 65 هاي راح ادفعها في يير زيرو. تمام. ايش انا راح افترض الان اني ما راح اقترضها، انها موجوده عندي اليوم ال 65 مليون وحطيتهم. تمام. لكن اللي بتغير قيمتهم مختلفه هي المينتنس اللي بدي ادفعها على 20 سنه. هاي قيمتها ما بحتاج انا ادفعهم اليوم، مزبوط؟ فانا ممكن بدي ادفعهم بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، قيمتهم في مصاري اليوم اقل. قيمتها اليوم لما بدي اقارن، لما بدي اقارن ال 10,000 بعد 10 سنين بال 10,000 اليوم ما راح يكون نفس الشيء. فانا بالنسبه لي لاني بستطيع اروح استثمر المصاري وبعد 5 سنين اجيبها وادفعها للمينتنس، فبحط مبلغ اقل اليوم من المبلغ هذاك. يعني ناخذ على سبيل المثال، مثلا نفترض انا بدي احسب 10,000، خلينا نقول 10,000 يورو، 10,000 يورو after 2 years، بدي ادفع 10,000 يورو بعد سنتين، قديش هدول قيمتهم اليوم؟ 10,000 يورو. فبنيجي بنقول لا، انا اليوم ممكن اجيب مبلغ اقل، ليش؟ لاني بقول انه 10,000 اقسم الرقمين، اقسم 10,000 على 1.08 تربيع. يعني كأني بقول ال 10,000 لو أنا جبت مبلغ واستثمرته لمدة سنتين على 8%، قيمة هذا المبلغ رح يصير 10,000 بعد سنتين. قديش؟ 573. بس تعيد لي أول رقم. 8,000. 8,000. 8,573. 73. 73. بمعنى لو أنا اليوم معي 8,573، اتفقت معك إنه أنا بدي أدفع لك المبلغ، بدي أدفع مبلغ 10,000 بعد سنتين، أنت قلت لي بدي أقسط لك الها، وبعد سنتين في عليك دفعة 10,000 يورو، شو بتروح تعمل؟ بتجيب 8,573، شو بتعمل؟ بتستثمرهم في مشروع، بتستثمرهم في مشروع السنة الأولى والسنة الثانية، السنة الأولى بجيبوا لك 8% من قيمتهم بهذا المشروع، والسنة الثانية بجيبوا 8%. ليش قيمتهم بتصير بعد؟ انه زي تتفق مع شركه تكون بتهتم بالصيانه قبل بالوقت اللي انت بصير فتح. كمان ممكن، كمان ممكن العقد لمده زمن معين. تمام. فانت زي العقد اللي انت وقعته بيكون على سعرهم القديم، لانه راح يصير بصير ممكن يكون تفكر فيها انه سنوات مختلفه، بس احنا بشكل عام اللي بهمنا الان انه ال 10,000 اللي بدي ادفعهم بعد سنتين قيمتهم اليوم 8,573، لانه في فرصه الاستثمار اللي موجوده على 8. لكن ال 65 مليون امتى بدك اياهم؟ في يير زيرو، فهدول مقسومين على واحد، ما في عندي وقت اروح استثمرهم، بدي ادفعهم اليوم، فهدول راح يكون قيمتهم، فال 65 مليون راح يكونوا في يير زيرو. الاشياء اللي بدها تنتفع السنه الجاي بدها تنقسم على 1.08، لان معيش غير سنه واحده استثمرهم، تمام؟ فاللي بدي ادفعهم بيير 1 عايش راح يكونوا مقسومين على 1.08، اللي بدي ادفعهم في يير 2 راح يكونوا مقسومين على 1.08 تربيع. السنة الثالثة 1.08 تكعيب. فعندي هون الـ present value، هذا بنسميه الـ present value. present value لأي دفعة بتساوي المبلغ عدد السنين. إذا بعد 10 سنين بقسمه على 1.08 القوة 10. إذا بعد 5 سنين، إذا بعد سنة واحدة 1. إذا بعد زيرو، إيش 1.08 للقوة زيرو؟ واحد. واحد، اللي هو نفس قيمته، اللي هو راح يكون اللي بدفعه في يير زيرو. وطبعاً 8 اللي هي 8% هناك، فإذا أنت مش عارف القيمة بتحط 1 زائد R للقوة، اللي هو R اللي هي الديسكاونت، R الديسكاونت ريت، بس هاي هي R الديسكاونت ريت. نعم. ليش أغلب مثلاً المشاريع الكبيرة بحبوا ياخذوا مثلاً كأنه مثلاً مشاريع بنا؟ تمام؟ مشاريع كبيرة بيحبوا ياخذوا زي كل شيء اللي هم بسموها الذمم، انه بياخذ هسه الاغراض اللي بحتاجهم وبعطيك حقهم، بس مثلا يبيع. هاي مشكلته اكثر كاش فلو، مشكلته كاش فلو، معوش مصاري. دخلت انا بالمشروع، المشروع بده يكلفني مليونين،
تمام؟ طبعا. حاليا انا ما معي ما دفع لي ما دفع لي صاحب العمل، ما دفع لي اي شيء، قال لي ما بدفع ببدا بدفع لك 50% بدفع لك بعد لما تسلمني العضل. معيش مصاري. يا اما بدي اجيب راس مال يا اما بدي اصير اخذ دماء. بروح على تبع الحجر مثلا بقول له اعطيني وبحاسبك مثلا بعد 6 اشهر. لهذا هذاك بهمه عشان تمشي الامور. ماشي؟ فهذا مشكلته اكثر كاش فلو. اذا عندك انت كاش فلو بروبلم بدك تحل مشكله الكاش فلو. شو كيف بدك تعمل مع كاش سيوله ما معك سيوله؟ تمام.